لا 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 لا، أنا أعرف أكو معمل أدوية كان على يدي هذا الموضوع، معمل أدوية ببغداد دا ينشئ سنتين ما حصلت الموافقات. زين. كردستان للأسف طبعا هذا الموضوع، يعني ليش إحنا المركز إحنا كردستان، أنا أدري طلعوا عليه كشف شافوا المكائن، التشغيل الأولي إحنا سمو عندنا التشغيل الأولي والتشغيل الوسط والتشغيل النهائي. زين. بالتشغيل الأولي من حو ممارسة مهنة أدوية. زين. أدوية مو مصانع عادية. زين. الطو باشر المصنع العراقي، أنا تركت بعد سنتين هو بعد ما منطي الموافقات. هذا إيقاف للصناعة العراقية. أنا أحب أذكر لك، أنا قبل فترة كنت تركيا وحتى اتصلوا بي صناعين عراقيين ما أستحي أحكيها، خابروني شافوا صوتي منبوح، قالوا ليش قلت لهم والله دا أبكي على العراق؟ زين. لأنه 2017 أكو حي صناعي، 2018 اكو مدينه صناعيه بلي، و2019 اكو مدينه صناعيه، ومن دخلت المدينه الصناعيه كانت مدينه ترفيهيه تدفع شده 1000 متر، تجي الدوله تنشئ لك الجملونات وتنشئ لك المكاين، وحتى عندي تصوير بهذا الموضوع، عندي موقع مبدعي الصناعه العراقيه وتجمع صناعه العراقي على الفيس، شوفوا معاملكم وشوفوا ضخامه المعامل العراقيه. احنا ننافس المنتج المستورد من برا، المنتج المستورد الان مخشوش. نعم، الانابيب دخلت الان بها الريسايكل، بها مسرطنه. هذا اعلان للعالم، انا متحمل اتعمل مسؤوليه. ما عندي مشكله، القضيه قضيه بلد مو قضيتي، مو قضيه صناعه، مو قضيه مواد، مو قضيه. ف 2019 دخلت له، موزعين 2020 شده تدفع 10,000 دولار الى الدائرة المعنية. حتى من دخلت كانت التنمية جاية إلى معمل، طبعاً هو مستثمر عراقي بالمناسبة، مستثمر عراقي، قال لي هاي الماكينة هدية من التنمية الصناعية التركية، قالت تشمع تازين من التنمية الصناعية التركية، تركية ومستثمر عراقي، قال لي معتازين هاي الماكينة. طبعاً هو طلب الماكينة مو لسعر، طلب للعازة. زين. كذلك شدة معمل 1000 متر بإداراته. الطامة الكبرى وين أستاذ قيس؟ كل هذا يتابعك، ما تروح تراجع لا على علامة تجارية ولا على كهرباء ولا على مي ولا على أمن الوطني لا. ولا مكافحة إرهاب ولا جريمة فتح المعمل. بعد ذلك يقول لك تسويق علي، فتحت كمليت، تجي الدولة تتبنى التسويق. زين. معامل الآن تغلق العلامة التجارية. أنا بالنسبة إلي وتحدثت ويا أستاذ هذا، هل جرم أنه أكتب معمل قيس معمل ورد الحمراء؟ هذا جرم؟ هل جرم انه انا اكتب معمل علاء اسم مقابل معمل يشتغل يشغل الاف مؤلفه؟ الان مظاهرات بالشارع يردون يشغلون، ليش تغلق معاملي؟ ليش؟ خي تابعوني بعد هذا، هذا اعلان، انا ابن شهيد اعدم على هذا الشيء وانا ابنه واستمر على هذا العمل. ناس جياع الان، الصناعيين دي يبنون مناطق سكنيه إذا يقبلون أعرض عن هذا. الآن تبنون بيوت، الآن متبنين عوائل، من تجي أنت تغلق معمله وتحاسبني كمجرم، تعتقل الشرطة. والله العظيم يسحلفوا لي أهل النجف، ينزل الشرطي وكأنه إرهابي، أربعة داعش الظاهر، أربعة خمسة داعش، خمسة إرهاب صرت أنا، خمسة صناعة. على أي أساس؟ تمام أستاذ عقيل، وصلت الفكرة. اسمح لنا وكذلك ضيوف الكرام أعود مع أستاذ هاشم، لكن بعد أن نتابع عالم الأرقام في هذه الدقائق.